أهلا بكم من جديد. تصدى الثوار لمحاولة تقدم الميليشيات الإيرانية والعراقية المدعومة بقصف طائرات العدوان الروسي في ريف حلب الجنوبي، حيث تمكنوا من تدمير عدة آليات عسكرية وقتل من فيها. مراسلنا خالد أبو المجد رصد لنا المشهد الميداني من منطقة إيكاتا الاستراتيجية المطلة على أوتوستراد حلب دمشق الدولي في أيدي الثوار. نتابع. نحن معكم الآن من قلب حرم منطقة إيكاردا للبحوث الزراعية. هذه المنطقة كما تشاهدون نحن الآن على أسوارها في داخل هذه المنطقة، نفياً للشائعات التي تكاثرت خلال اليومين الماضيين بأن قوات النظام وصلت إلى منطقة إيكاردا. نحن الآن في حرم هذه المنطقة. منطقة إيكاردا هي منطقة شاسعة كما تشاهدون، تصل جميع هذه المناطق الواضحة عبر الكاميرا، هي تحت سيطرة الثوار بشكل كامل، والمعارك تبعد عن منطقة إيكاردا ما يقارب 6 كيلومترات تقريبا عند منطقة العيس وتلتها الاستراتيجية التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الأيام الماضية. نحن معكم الآن من ريف حلب الجنوبي لنرصد آخر التطورات العسكرية والميدانية الحاصلة هنا. تقصدنا أن نكون أمام منطقة إيكاردا التي قالت قوات النظام بأنها سيطرت عليها. خلفي تماما كما لو ترصد لنا الكاميرا تلت العيس والهضبة الخضراء. هؤلاء تلة العيس فقط هي في يد قوات النظام، أما الهضبة الخضراء الفاصلة بين إيكاردا وتلة العيس هي في يد الثوار. لمزيد من التفاصيل معي قائد ميداني في حركة أحرار الشام أبو علي. أهلا وسهلا بك أبو علي. أهلا وسهلا. ما هي آخر التطورات العسكرية الحاصلة هنا في ريف حلب الجنوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن هنا موجودون الآن في منطقة الإيكاردا على استراد حلب الدولي لصد وإفشال محاولات النظام بالسيطرة على الاستراد. الحمد لله رب العالمين، جاءنا مؤازرات كثيرة والوضع ممتاز الحمد لله. استطاع النظام أن يسيطر على تلة العيس كما ترى ومنطقة بانس ومنطقة برني اليوم، لكن الحمد لله رب العالمين قمنا بتدمير آليات عسكرية وسيارات عسكرية ومدفع 23 واليوم تريكس عسكري الحمد لله رب العالمين وسيارات أخرى. الوضع الآن ممتاز، هذه تلة الإيكاردا الآن تحت سيطرة المجاهدين، وننفي كل الأخبار التي زعها النظام ليبس روح الخوف والهلع بين المجاهدين والمواطنين. الوضع الحمد لله الآن ممتاز ويتم الآن السيطرة على الوضع بإذن الله. نعم. أما عن الطائرات الحربية وما تستهدف أعداد كبيرة من هذه هي الطائرات التي تستهدف هذه المنطقة بشكل كثيف، والشظايا الآن تحول من حولنا 4 طائرات حربية. لو تحدثني أخيرا أبو علي عن وضع الطائرات الحربية تستهدف هذه المنطقة. هذا أمر اعتيادي جدا ومتوقع، ونحن اتخذنا التدابير اللازمة لإفشال هذه المحاولات. الحمد لله رب العالمين المجاهدين بخير والأعمال العسكرية بخير والأمور تسير على ما يرام الحمد لله رب العالمين. نعدكم إن شاء الله ببشرى قريبة، إن شاء الله سوف نزفها للشعب السوري بإذن الله. أخيرا، يعني قوات النظام لم تتقدم حتى الآن بعد العيس وتلتها؟ أخي لم تتقدم ولن تتقدم بإذن الله، لن تتقدم باتجاه الإيكاردا ولا باتجاه الاستراد بإذن الله. الأمور على ما يرام الحمد لله رب العالمين. نرجو من إخواننا الدعاء للمجاهدين، الدعاء الدعاء. نشكر جزيل الشكر ونعتذر عن هذا الوضع بسبب الغارات الكثيفة التي يستهدف هذه المنطقة، وكما تشاهدون عبر الكاميرا أعمدة الدخان. خالد أبو المجد لأورينت نيوز، ريف حلب الجنوبي. أبقى معك خالد أبو المجد، الآن ينضم إلينا من هناك. أهلا بك خالد، بعجالة ما هي آخر التطورات العسكرية؟ تفضل. أهلا وسهلا بك عامر. عزز الثوار خلال اليومين الماضيين خطوط دفاعهم بشكل كبير بعد أن تقدمت قوات النظام وسيطرت على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية وأيضا قرية صغيرة في محيط بلدة العيس. الآن الوضع العسكري بالنسبة للثوار أفضل بكثير مما كان عليه قبل الأيام، عززوا خطوط دفاعاتهم ووصلت لهم مؤازرات أعداد لا بأس بها، والآن يعدون لهجوم معاكس قد تشهده المنطقة خلال الأيام القادمة كما يتوعد القادة العسكريون هناك. لن يدوم الوضع كما هو على ما هو عليه، هذا تصريحات لبعض المقاتلين الذين قابلناهم هنا في ريف حلب الجنوبي. الأعداد الغارات الطائرات العدوان الروسي صراحة عامر كما شاهدت قبل قليل عبر التقرير، والحال صراحة لا يوصف عبر فيديو واحد أو كاميرا. الوضع صعب جدا بالنسبة لطائرات العدوان الروسي، تقصف تدمر تحرق تهجر المدنيين، هجرت أكثر من 200,000 نسمة في ريف حلب الجنوبي، وما تزال اليوم فقط ونحن في ريف حلب الجنوبي وعلى خط الجبهة الأول قصفت طائرات العدوان الروسي ما يقارب 50 غارة استهدفت هذه المنطقة
المناطق وثقنا منها عبر فيديوهات وأوصلناها للقناة. عامر، هناك يعني إشاعات كثيرة خلال الأيام الماضية، يعني يجب علينا أن نبين بعض هذه الأمور. منطقة إيكاردا هي منطقة تحت سيطرة الثوار وكذلك الهضبة الخضراء. هناك كثير من الشائعات تقول بأن منطقة إيكاردا هي بيد النظام، ننفي طبعا هذا الشيء، وطريق أوتوستراد حلب دمشق الدولي هو أيضا بيد الثوار وقوات النظام تبعد عنه 7 كيلومتر، لا كما قالت القنوات المقربة من النظام بأنهم وصلوا إلى 2 كيلومتر، هذا الكلام عاري عن صحة. القوات النظام لا تستهدف هذا الطريق عبر صواريخ الكورنيت، لا أبدا لم تصل، بل تستهدف الطريق عبر الصواريخ وراجمات الصواريخ وعبر الغارات الحربية. الثوار يفضلون عدم مرور المدنيين حرصا على سلامتهم لأن القصف هناك عنيف، لكن يستطيع أي مدني الوصول. نحن جئنا من مدينة حلب إلى أطراف مدينة تدلب عبر أوتوستراد حلب دمشق الدولي. نعم، شكرا لك خالد أبو المجد على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. أذهب إلى لأرحب في البداية بضيف سيادة العقيد الطيار عبد الستار العساف الخبير العسكري، وستجي ضيف نريح علينا. أهلا بك سيادة العقيد، أرجو القراءة التي العسكرية التي لديك خصوصا فيما يخص إيكاردا والهضبة الخضراء وطريق الأوتوستراد الدولي الذي الآن هو تحت سيطرة الثوار. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء. قبل الحديث بهذا الموضوع يجب أن نعلم أن النظام عندما بدأ منذ فترة مدعوم بميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بدأ بمعركة على جنوب حلب من عدة محاور. زيادة المحاور بالمعركة العسكرية أو بالعلم العسكري، زيادة المحاور لزيادة الضغط على المكان المهاجم وتشتيت قوته النارية، وحتى بالنسبة لأشخاصه المقاتلين المنطقة المراد استهدافها. فبدأ النظام كما شاهدنا منذ فترة الهجوم على 4 محاور، بداية المحور الأول من خان طومان وصولا إلى الزربة، والمحور الثاني من جبل عزان وصولا إلى الخضر، ثم المحور الثالث من الوضيحي من عند جهة جبل سمعان، والمحور الرابع من تل شغيب أيضا من جهة جبل سمعان باتجاه الريف الجنوبي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب. طبعا لكل معركة عندنا إلى أهداف إما سياسية وعسكرية ومعنوية. طبعا المعركة التي قام بها النظام أو كما نقول النظام هو بالحقيقة الميليشيات والحرس الثوري الإيراني مدعوما بحزب الله، أولا هدفه من هذه المعركة الهدف المعلن طبعا هو مساعدة النظام أو سانة النظام لتحرير قسم أو ما حرر من قبل الثوار، استعادته منهم من قسم من جنوب حلب ومن غربه. أيضا هدف ثاني لعزل مدينة إدلب التي تعتبر هي المعقل الأكبر للأخوة الثوار المعارضة السورية والثوار بعد تحريرها من قبل جيش فتح كما شاهدنا في الأشهر السابقة. ماذا حقق النظام من هذه الأهداف سيادة العقيد؟ الجنوبي. ماذا حقق النظام من هذه الأهداف التي ذكرتها حتى الآن؟ طبعا بس لو سمحت لي أكمل. تفضل. هناك هدف بالنسبة لإيران، الهدف الأساسي لإيران هو هدف معنوي، تحقيق انتصار بأي طريقة من الطرق بأي وسيلة من الوسائل. الدعم الروسي رغم الخلاف الروسي الإيراني، هناك تغطية ودعم روسي جوي لهذه المعركة أو لهذه المعارك التي فتحوها، وأيضا هناك دعم من القوات والميليشيات العراقية. طيب. وغيره وغيره من صنوف الميليشيات التي استخدموها. ماذا حقق؟ حقق في البداية نتيجة كثافة الطلعات الجوية أو الغارات الجوية للطيران الروسي والعدد الكبير الذي زج به الحرس الثوري الإيراني وميليشيات التابعة له، حقق في البداية بعض التقدم على بعض الجبهات كما شاهدنا عند على الضيح أو طيب. أو على العيس والحاضر. نعم، لكن طيب سيادة العقيد سرعان ما ماشي.
باش ساعقد اعتذر المقاطعه، ساعود للحديث عن مطار كورس على وجه الخصوص، لكن انفردت اورينت نيوز بلقاء خاص مع اسرى ميليشيا حزب الله اللبناني الذين وقعوا بكمين محكم لجبهه النصره في قريه العيس بريف حلب الجنوبي. سنذهب لمتابعه هذا الكليب، بعد ذلك نعود لتتمه الحوار. انا حسن نزيه طه من بعلبك من الهرمن من لبنان. جيت مع حزب الله لشارك بحمله ريف حلب الجنوبي من فتره، ونحن عم نجي طبعا غصبا عنا مش بارادتنا، عم نجي والا بيوقفونا رواتبنا وبيوقفونا عن العمل، بيوقفونا عن الشغل، بيوقفونا شغلنا. نحن بنقبض 600 دولار بالشهر. القيادة حملة العمليات بريف حلب الجنوبي هي عند الحرس الثوري الإيراني، هو اللي داير كل المعركة وداير كل العملية، وطبعا هو عم يشغل العراقيين الأفغان، عم يشغل حزب الله، هو القيادة وهن اللي عم يشغلهم. أنا محمد مهدي شهاب من النبطية جنوب لبنان، جيت مع حزب الله على ريف حلب الجنوبي لنقاتل هون، وأثناء مهمة لنا بجبل العيس وخلصنا المهمة ورجعنا. نحن وراجعين تعرضنا لكمين من قبل جبهة النصرة وتم أسرنا بهذا الكمين. نتمنى من اللي عم يسمعنا من حزب الله وأهلنا وكذا يعيدوا النظر بموضوع سوريا والمجوي لهون، لأنه مثل ما نحن عم نفكر أنه عم ندافع عن أرضنا، هدول الجماعة عم بيدافعوا عن أرضهم وعم بيدافعوا عن عرضهم، عم بيدافعوا عن نسائهم وأطفالهم. ما بيقبلوا حدا يجي على أرضهم ولا يتعرض لهم أبدا أبدا. أعود للنقاش معك سيادة العقيد عبد الستار عساف، لن أعلق على هذا الكليب لكن هذا وجب أن يخرج على الهواء مباشرة. سأذهب إلى من يتحدث بأنه ربما يكون هناك حملات جوية عن طريق مطار كويرس بعد لأن النظام يملك النظام تحت سيطرة النظام. نعم أخي العزيز، مطار كويرس ليست أهميته بمن يوجد فيه، كما تكلمنا سابقا، ليست أهميته بعدد من المقاتلين اللي هم بعض الطلاب اللي لا يعرفون استخدام حتى البارودة يعني، وبعض من بقي من الضباط عددهم قليلة المصاب وأما الكهل وأما ما فيه ما فيه، لكن خطورة مطار كويرس العسكري اللي أنا كنت أخدم فيه وانشقيت من المطار كويرس العسكري وكان لي الشرف أني انشقيت منه ورفضت أني نفذ أي مهمة مثل ما كانت أوامره ومهماته هي عمليا تدمير حلب وريفها. مطار كويرس بسقوطه بيد النظام المشكلة في إعادة تأهيله لإعادة قصف ومساندة قوات بعض قوات نظام أو القوات نظام الموجودة في حلب، هذا أولا. ثانيا هناك ناحية ثانية، عند إعادة تأهيل هذا المطار سوف يستعيد بالتدريج وبدأ بهذا الفعل تماما منذ أيام، بعد استعادته مباشرة سوف يستعيد القرى المحيطة به من جهة الشمال والغرب، عربيد وعربيد الصغير وجديدة، ومن جهة الغرب على خط تقرب الطائرات من جهة الشرق من جهة دير حافر حميمين، وبدأ القصف باتجاهها لاستعادته وتأمينها لتأمين هبوط وإقلاع الطائرات أولا. والطائرات موجودة، يوجد عدد لا بأس به من الطائرات اللام 39 وبعض الحوامات في داخل المطار في الهنجارات، نعلم يوجد بالمطار حوالي 10 هنجارات أو أفيولات للطائرات. والمشكلة الأكبر إن استعادة عافيته هذا المطار سوف يساعد ويتقدم ويمتد باتجاه الشرق باتجاه دير حافر الذي يبعد حوالي 17 كيلومتر 18 كيلومتر عن المطار، ومن ثم إذا استعاد دير حافر استعاد باقي المطار باتجاه الخفسة والمهدوم. هذا كل الكلام الذي نحكيه على اتجاه طريق الشرقي باتجاه طريق حلب الرقة دير الزور. طبعا إن وصل إلى دير حافر وصل بعض أيام إلى مطار كشيش أو جب الجراح كما يسموه كشيش العسكري، ومن ثم إلى مسكنه، يعني امتد بشكل سريع وسيساعده بشكل سريع إن استعاد عافيته ولم يتم إيقاف هذا المطار عن العمل. هذا من ناحية العسكرية، وأيضا هناك نواحي أخرى. خط المياه الذي يغذي قسم كبير من حلب يأتي من جهة
من بحيرة الأسد من قرب مطار كشيش شمال مطار كشيش، ومن ثم باتجاه الغرب باتجاه حلب باتجاه ومن شمال مطار رسم العبود وصولا إلى حلب، سوف يتحكم بهذا الخط النظام. وأيضا المحطة الحرارية التي تقع غرب المطار حوالي 12 كيلو متر، إن تحكم بهذه المحطة تغذي القسم الأكبر كما نعلم من حلب. نعم. هذه المحطة سوف يتحكم بكهرباء حلب بالنسبة للأخوة الثوار، وبالنسبة لمناطق الموالي له سوف يتحكم بمن يقطع عنه الكهرباء ومن يمده بناء الكهرباء. نعم. وهناك لو سمحت لي نقطة أخرى، طريق حلب الرقة إن استعاد عافيته أيضا واستعاد القرى المحيطة بالمطار وتمدد كما تكلمت منذ قليل، سوف يسيطر على طريق حلب الرقة ويكون هذا الطريق أيضا تحت سيطرة النظام طبعا جوا عن طريق الحوامات أو بمظل الطيران من مطار أكويرس العسكري. شكرا لكل هذه النقاط سيادة العقيد طيار عبد الستار عساف الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من الريحانية. اعتذر لضيق الوقت، لم يبقى لدي أي دقيقة في المحور فقط. بشكرك، دمتم بخير يا أولى فاضل، خلكم غدا في أمان الله.